هذا الولد محمد اللي مصاب كورونا وهسه حاليا ببيروت ووضعه كلش تعبان. محمد احكي جماعة. خالد، السلام عليكم. يا ريت توصلون صوتنا للحكومة العراقية. أخوكم مصاب من بغداد وحالته النفسية كلش تعبانة. لو يرجعونا للعراق لو يسوون لنا شارة، لأن حتى علاجات هنا ماكو. وخلف الله عود الطلاب اللي ويانا بالفندق جاي يساعدوني. أيه يا كافي ريت توصلون صوتنا شباب، شباب، هاي حالة من آلاف محتاجين الحالات. دعاكم، بس دعاكم محتاجين، بس دعاكم. رحم الله والديكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بينا من داخل العراق من زاخو حتى الفاو على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. أما من يسكن دول المهجر أو الأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، فعندكم 4 أرقام للاتصال. أما رقمنا الخامس والأخير وما يخص لمن لا يستطيع الاتصال بنا اللي مع الأسف ما راح نقدر نسمع صوته، يقدر يدزلنا رسالة على رقم الواتساب. ما أقدر أستقبل بها فيديو، ما أقدر أطلع بها مكالمة صوتية أو رسالة صوتية، وعلي إذا تريد تشارك عبر رقم الواتساب فقط رسائل، اكتب لنا الرسالة، اكتب لنا أنه أنت شنو تريد توصل للناس. أتمنى تكون رسالة متبوعة باسمك ومكانك حتى نعرف نقراها بالدقائق الأخيرة ونقول من وين ومن منو وردت إلى رقم البرنامج. واللي عنده فيديوهات يريد ينشرها على شاشة الرافدين، مو هذا الرقم أخواني الأعزاء، هذا رقم واتساب البرامج. أما الشريط الأبيض هذا اللي تشوفوه أسفل الشاشة أكو نافذة أنت ترى بها رقم واتساب، دزولها فيديوهاتكم وإن شاء الله تطلع على الشاشة. الفيديو اللي شفتوه بعد شارة البداية لأحد الطلاب العراقيين في لبنان في الجامعات اللبنانية اللي دا يتهددهم خطر الموت نتيجة العديد من العوامل. أول عامل الوباء، وباء كورونا اللي فتك بالكثير من البلدان. احنا دا نحكي على بلدان منامية، بلدان متقدمة عانت ما عانتها من وباء كورونا، فكيف ببلدان تعيش من أزمات؟ اليوم لبنان حال العراق يعيش أزمات داخلية، أزمات وقود، أزمات غلاء المعيشة، أزمة غلاء الأسعار، أزمة شحة في المشتقات النفطية حتى يوفرون مواد للتدفئة، أزمة في الطاقة الكهربائية، أزمة في الرواتب. عندهم هاي الأزمات نتيجة الأوضاع الداخلية اللي تعيشها لبنان، نتمنى أنه تتخلص من أدها ونتمنى أن العراق أيضا يتخلص من أزماته. على هذا الأمر أكو طلاب عراقيين يدرسون في الجامعات اللبنانية، هذول الطلاب يعانون الأمرين لأنه يواجهون هاي الأزمات كلها، إضافة إلى أنه وزارة التعليم العالي معطيتهم إذن الطرشة، فعليه أكو أزمة ثانية تهدد مستقبلهم. المهم الطلاب العراقيين بلبنان يطالبون الحكومة في بغداد، يطالبون الوزارة أن تنقذهم من خطر الموت بسبب كورونا. والفيديو اللي شفتوه لأحد الطلبة وهو مصاب بفيروس كورونا، حسب ما افتهمنا بالاتصالات مع الأخوة العراقيين الطلاب في لبنان، أنه هاي الأزمة تكونت نتيجة سوء إدارة وزارة التعليم العالي لملفهم. وعليه من بيروت أحد الطلبة العراقيين في لبنان عبد الرحمن ويانا عبر الهاتف. حياك الله يا عبد الرحمن. عبد الرحمن تسمعني؟ حياك الله أخوي العزيز. أخوي العزيز أتمنى أنه تنقل صورة ما يواجه العراقيين أو الطلاب العراقيين في بيروت وفي المدن اللبنانية. أتمنى أنه يعني توصل للناس شنو اللي دا تعانون من عنده بشكل كامل. تفضل. بداية الأمر يعني إحنا ناشدنا الكثير من المرات، وفي بداية الأمر أو مطلع وزارة التعليم العالي العربي أصدرت قراراً مفاجئ في بداية شهر تشرين الأول،
تتضمن تعليق الدراسة الإلكترونية لطلاب الدراسات العليا في الخارج والعودة إلى الدراسة الحضورية أو المدمجة بحجة انخفاض الإصابات بجائحة كورونا في العراق ودول المنطقة. ولكن في الواقع في واقع الأمر يعني أصبحنا ضحية القرارات التعسفية وغير المدروسة، كما نواجه خطر الوباء الذي عاد وبقوة بالفترة الأخيرة. طيب يعني السؤال اللي أرد أوجهه لك أخ عبد الرحمن، أنه أنت افتهمت من كلامك أنه سابقا كنتوا تدرسون أونلاين أو عن طريق الإنترنت، صح؟ صحيح. الآن أصبح تعليق لهذا الشيء وأصبح وجها إلى وجه. نعم. الأسباب شنو يعني؟ ليش صار هذا التعليق؟ هل هو يعني مثلا حضورية أو مدمجة؟ نعم، أجبرونا أن تكون الدراسة حضورية أو مدمجة، يعني أجبروا طلاب العراق. منو اللي جبركم؟ المجيء إلى بيروت أو طرابلس أو أنحاء لبنان حسب الجامعات أين. نعم، منو اللي جبركم أخ عبد الرحمن؟ إحنا الآن نواجه شحة بالخدمات الأساسية. طيب قبل ما ندخل بالخدمات والمواد الأساسية، بس نريد نعرف هاي التفصيلة، منو اللي جبركم؟ الوزارة، الجامعة، الدولة، منو اللي جبركم انه يعني على هذا الأمر؟ نعم، بالبداية صدر القرار من وزارة التعليم العالي العراقي. نعم، انه الجامعات اللبنانية استقبلت الكثير من الطلبة، وجاء رد من الجامعات اللبنانية على هذا القرار، استخدمتنا كورقة ضغط على الحكومة العراقية بأن نكون مجبرين على السفر إلى لبنان رغم هذه الأوضاع المأساوية. يعني نفهم من هذا أنه الجامعة اللي أنتم تدرسون بها في لبنان استخدمت الطلاب العراقيين كورقة جوكر لربح ربح القضية أمام وزارة التعليم العالي في العراق، وعلى هذا المنوال جبرتكم يعني أن يكون الدوام حضوري وصار اللي صار بيكم. السنة الدراسية صحيح، من بداية هاي السنة الدراسية إلى الآن يعني صدرت من عدة جامعات عدة قرارات وتغيير بالقوانين، منها تغيير رسوم الدراسة، التمييز للطلاب العراقيين حصرا يعني، ومعاملة بعض الطلبة الدراسات العليا خاصة في فرص كتابة الرسالة أو الأطروحة. نعم. تعامل بالدولار، وهذا غير قانوني، يعني أساس المعادلات للشهادة في الوزارة العراقية. نعم. سنص أن لا يكون هناك تمييز بين الطالب العراقي وسواه في الدولة التي يدرس فيها. طيب اليوم الطلاب العراقيين في لبنان يطالبون أن ينقذوا من خطر الموت بسبب كورونا، أريدك هسه تعطينا شنو الخطر اللي دا يصير بسبب كورونا؟ ليش؟ والله بصراحة يعني كل أسف، منذ قليل وردنا خبر وفاة أحد الزملاء في بيروت جراء الوباء وانتظار الخبر اليقين، وبدورنا نحمل الحكومة العراقية ونظيرتها اللبنانية وإدارة الجامعات اللبنانية المسؤولية القانونية الكاملة في حال تأكيد الخبر وعن أي وفاة أي طالب عراقي جراء الوباء. إن كان يعني لحد الآن ما حصلتوا على تأكيد الخبر بوفاة هذا الطالب؟ إلى الآن لم نحصل على تأكيد الخبر. إن كان الخبر صحيح فيعني نتمنى له الرحمة والخلود، وإن كان الخبر غير صحيح نتمنى له الشفاء العاجل يا رب العالمين. لكن السؤال اللي يعني شنو هو العقبات اللي دا تواجهوها فيما يخص كورونا؟ يعني مثلا شخص انصاب وصار به هذا الوباء، وتعرف انه الوباء منتشر في كل انحاء العالم، شنو العقبات اللي دا يواجهوها طلب العراقيين بما يخص المستشفيات، العلاج، الأدوية؟ هذن الأمور صراحة اللي دا نواجهها المستشفيات يعني سوء بالخدمات، استقبال المرضى، لا توجد أسرة كافية لاستقبال المصابين، انعدام الدواء،
يعني الطالب الان يعني مثل ما شفت بالفيديو السابق او مثل ما تداولت في العديد من الصور، يعني الطلاب صرنا احنا نعالج بعضنا لبعض، يعني الطالب اللي ينصاب بينا غير احنا اللي اذا نعالجه، يعني ماكو مستشفيات تستقبله. نعم زين، ليش ما يستقبلوا المستشفى؟ يعني هذا السؤال المهم، يعني هو مصاب ويحتاج الى علاج، ليش المستشفى ترفض؟ يعني الادويه بعض الطلبه اذا يجيبون الادويه وياهم من العراق، يعني تتخيل الى اين وصلت بنا الحاله. طيب شكرا جزيلا لك اخ عبد الرحمن يعني هاي الإفادة اللي أخليتنا في واقع الصورة. أما الآن من محافظة صلاح الدين، هو أيضا كان أحد الطلبة العراقيين في لبنان ورجع إلى محافظة صلاح الدين، قائد الشيال، حياك الله يا قائد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحياتي لك ولمشاهدي قناتكم الموقرة ولكل من يسمع صوته وكل من يداعي بحقوق الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات اللبنانية. حياك الله أخويا. الله يسلمك ويحفظك. تفضل أخ قائد، أنت اليوم يعني أنا حسب ما فهمت أنه أنت كنت طالب في بيروت صح؟ نعم صح، أنا كنت في بيروت، رجعت قبل 15 يوم، كنت هناك قرابة أسبوعين. حقيقة احنا طالبنا قبل ذهابنا بمنصات التواصل الاجتماعي عبر كثير من الفضائيات وقفات احتجاجية، لأنه هذا الكورس يكون امتحان فيه أونلاين، وعدم الذهاب إلى لبنان لأن الكل يعرف بأنه الوضع في لبنان الصحي متدهور، الاقتصادي متدهور، الأمني متدهور، وحتى كثير من الحالات يعني امرأة أخذت اموالها ومستملكاتها كلها واشتكت بالسفاره وبغير مكان وداعت كثير ولم يرد ولم تجاوب الحكومه العراقيه ولم تاخذ اي اجراء، بينما لو رجعنا الى 1000 عام الى الوراء لوجدنا ان المعتصم سيار جيوش عندما صاحت امراه ومعتصمه، واليوم المراه العراقيه هذه المراه التي اعطت ابنها وزوجها واخيها قربان للعراق اليوم تعامل هكذا ومع الأسف تهان بهذه الطريقة ويهان الطالب العراقي وجوازنا أسوأ جواز ويعني إجراءات معقدة في المطارات وغيرها. وليش يعني يبقى هو أسبوع أو 10 أيام الامتحانات انتهينا طالب أونلاين وخلص؟ إذا الأونلاين هو تدريس غير رصين كيف اعتمدته الجامعات العراقية لعامية؟ إذا التعليم في الأونلاين هو غير صحيح كيف الجامعات العراقية اعتمدت والجامعات العالمية كذلك اعتمدت التدريس أونلاين؟ اليوم يحصرون الطلبة العراقيين لازم تروح، ليش يعني الطالب العراقي دائما أو المواطن العراقي دائما هو ضحية ووقود لكل كل ما يحدث من مغامرات في العراق في حروب أو غيرها؟ لماذا العراقي هكذا؟ لماذا في غير دول المواطن محترم ويذهب وإذا أي أحد تجاوز عليه بنصف كلمة تقوم الدنيا ولا تقعد؟ تنزل اعلام وتسقط سفارات. طيب والطالب العراقي اليوم عشرات الطلبه، يعني عشرات الطلبه الان راكبين بالمستشفيات اللبنانيه مصابين بكورونا. اخ قائد يعني انا بس على مود النقاط نناقشها واحده بواحده، انت قلت قبل ما نروح الى بيروت طالبنا وزاره التعليم العالي العديد من المطالب، شنو كان رد الوزاره عليكم؟ لم تجاوب، تقول اذهب وانتهى زمن الاونلاين والان الحضوري. زين انا سؤالي لماذا في ايران الان الامتحانات اونلاين؟ يعني هل ايران هي بلا ما بها كوفيد، ما بها مشاكل صحيه و يعني بها كورونا عفوا، وفي بيروت لا يوجد منطقه جميعها موبوءه، في العراق لدينا حسابات، في ايران، في الاردن، في اكثر دول العالم. هسه السؤال الثاني، صار اللي صار وقالوا ماكو أونلاين وأنتوا لازم يكون الدوام حضوري، وسافرتوا إلى بيروت وانتقلوا الشباب العراقيين والطالبات العراقيات كل من إلى وجهته جونيا طرابلس بيروت للدخول إلى الجامعة، وصارت مشاكل جديدة أنه اليوم الطلاب يقولون إحنا دنواجه خطر الموت بسبب كورونا لغلاء العلاج، لعدم توفر العلاج، لعدم استقبال المستشفيات للعديد من الطلبة المصابين. الوزارة هنا شنو كان دورها أيضا؟ سؤالك
اختراع، وانا موظف في وزاره التعليم العالي، ولما اتحدث هذا الكلام انا يحد بنفسي بانه انا تابع لوزاره ومؤسسه يعني ترى ما ترى وتسمع ما تسمع. والان اصبح العقل شاشه موبايل، كل شيء واضح لي، يشوفون الاصابات، يرون كيف العراقيين يتعاملون معهم، يشوفون الطوابير والالتحامات في الملحقيه وفي السفاره وفي ابواب الجامعات وفي كل مكان، لكن الدوله العراقيه كانها في وادي ومحدث للطلبه العراقيين في وادي اخر. طيب، في وزارة التعليم العالي هناك أكو قسم مختص في ما يخص الجامعات العربية والأجنبية، هو قسم البعثات. رحتوا له، قدمتوا له شكاوي، وصلتوا له صوتكم، شنو كان الرد منهم؟ أخي العزيز، ما بقت وسيلة ما وصلنا بها صوتنا. قدمنا، أخذوا الشباب عريضة باليد وقدموا طلب، وقفوا وقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العراقية، وقفوا أمام السفارة اللبنانية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عبر الفضائيات، ما بقى شيء ما وصل ما تكلمنا به، لا جانا رد من رئيس الوزراء، لا من وزير التعليم العالي، من اي احد ما جانا ايضا. يقول لك انتهى وقت الاونلاين، انتهى لازم تروح حضوري. انتهى وقت الاونلاين وبدا وقت الحضور، طيب يعني انتم هسه يعني مثلا قول لهم اوكي احنا انتهى وقت الاونلاين وبدينا بوقت الحضور يعني وجها لوجه، وصلنا في مشاكل اخرى يعني تنحل هاي المشاكل لو لا؟ بس عفوا سؤالك اذا ممكن تجيب. لا يعني انت حضرتك قلت الوزاره تقول خلص انتهى زمن الاونلاين وبدا وقت الحضور وان يكون التعليم وجها لوجه. طيب قول لهم احنا وياكم، بس احنا رحنا وواجهتنا مشاكل، هسه احنا نريد حل مشاكلنا. زين الوزاره شنو دورها اليوم وهي مدى تحل يعني مشاكل الطلاب العراقيين؟ يعني السفارة والوزارة كلهم على علم يعني، والآن لو يأخذون مسحات للطلبة راح يشوفون عدد إصابات كبيرة. أكثر الطلبة يقولون إحنا ما نقدر نعلن إنه مصابين لأنه راح يفوتنا الامتحان، إذا يعني مصابين خلونا ندخل قاعة الامتحان. يعني الناس الآن بتجازف بحياتها وبأرواحها، وقبل قليل خبر وفاة أحد الطلبة غرق في البحر. يعني لماذا دائما من هو هذا الطالب؟ عندي سؤال، من هو الطالب؟ طالب أعتقد اسمه حيدر. بس لحظه خل اخ قائد، يعني اريدك تتكلم على هذا الموضوع واطلب من السيد المخرج، لانه وصلتني هاي الصوره لاحد الطلاب وهو حيدر. يقال لحد الان مثل ما قال الاخ عبد الرحمن ما متاكد الخبر، الاخ قائد يقول وصلنا خبر، لحد الان ماكو تاكيد للخبر، لكن صوره الطالب هي هاي، اتمنى تشوفوها. طالب عراقي في بيروت مصاب بوباء كورونا، اليوم اكو خبر عن وفاته، لكنه المشكله انه اخ عبد الرحمن والاخ قائد يقولون انه احنا ماكو. هذه صوره الطالب، تفضل اخ قائد وتكلموا الصوره وياك. نعم، الطالب هذا انباء تقول انه غرق وانباء اخرى تقول انه مصاب بكورونا، وانا متاكد ومسؤول عن كلامي، هذا الطالب اذا طلع غرق فاكو راح تكون وفيات بعد ايام اخرى في كورونا. اخر المستشفيات اللبنانيه الان لا تستوعب المصابين من اللبنانيين، كيف سوف تستوعب العراقيين؟ الان اصابات، انا عندي زملاء كثير هناك اتواصل معهم، لدينا اصابات كبيره، واذا هذا طلع غرق بعد يوم يومين وان شاء الله ما احد يتوفى، لكن اصابات كثيره في هذا المتحور وغيره من كورونا. طيب اذا تصير هاي الاصابات، يعني ليش انتم ما تتكلمون مع الجامعه مثلا بعيدا عن وزاره التعليم العالي لاعاده التعليم أونلاين؟ هذا السؤال اللي أريد نسأل عنه. الجامعة تقول أنت كعراقي لما تريد ترجع وتعادل شهادتك أنت لازم تلتزم بالقوانين والتعليمات العراقية. أنت يعني أمتحنك أونلاين وبترجع للعراق، راح الجامعة البعثات ما يعترفون بشهادتك، يعني يقول لك إحنا بلغنا بأنه التعليم يكون مدمج وزمن الأونلاين انتهى. فأنت كيف امتحنت أونلاين؟ يعني يقول لك ما أقدر أعطيك بأنه كتاب أو أقول أنه إجا حضوري وأنت امتحن أونلاين. فهم يقولون صالحكم، يعني احنا لما نخليها حضوري على ما تقدر تعادل شهادتك. الموضوع والكره الان في ملعب وزاره التعليم العراقي، ولكن السبب والسؤال اللي انا دايخ به وكثير من الطلبه دايخين به، لماذا يذهب العراقيين هكذا وقود دائما في كل ما تحدث مشكله؟ العالم يبحث عن حل الازمات ونحن ناتي بالازمات، لماذا هذه الازمه؟ ما اعرف والله. نعم. شكرا لك أخ قائد. أخ قائد أيضا وصلنا معلومات كثيرة عن ما يحصل الآن في بيروت. إذن السؤال الآن يوجه
إلى وزارة التعليم العالي، إلى قسم البعثات في الوزارة، إلى الحكومة في بغداد، إلى أي واحد مسؤول عن هذه القضية. طبعا المسؤول الأول والأخير في قضية الطلاب في الجامعات العراقية وغير العراقية هي وزارة التعليم العالي. السؤال اللي نوجهه لهم أنه أعتذر، بس يبدو أنه وصلني رسالة من أحد الأشخاص ديدز وياها رسالة كرسالة صوتية. أعتذر من السيد أنه ديدز لرسالة صوتية، ما أقدر أستقبل رسالة صوتية، لكن راح أقرأ اللي كتبه لأن هي في صلب موضوع حلقتنا اليوم. يقول: تعلن ممثلية طلاب العراق في الخارج الحداد لوفاة الزميل حيدر الطالب في كلية الهندسة اللي طلعنا لكم صورته قبل شوية، ولا نقول إلا أنه شهيد، ونسأل الله له المغفرة والقبول، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، ونحمل دائرة البعثات العراقية ووزير التعليم العالي العراقي والحكومة العراقية المسؤولية الكاملة، ولا نستثني حكومة لبنان. رحم الله الفقيد وتغمد روحه تغمد روحه في الفردوس الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن ممثلية طلاب العراق في الخارج، مع هذا التأكيد اللي بعثت لنا على رقم الواتساب، صورة الطالب اللي طلعناها قبل شوية، أتمنى من السيد المخرج يطلعها مرة ثانية، صورة هذا الطالب. أكدوها هسه ممثلية الطلاب أنه هذا الطالب توفي اليوم نتيجة الإصابة بوباء كورونا. نسأل الرحمة والمغفرة إليه وإلى أهله، نسألهم السلوان يا ربي، وأن يلهمهم الصبر والسلوان. هذا أحد الطلاب العراقيين اللي يعانون من مشاكل كثيرة لتواجدهم اليوم في لبنان نتيجة تعليق وزارة التعليم العالي الدراسة عن طريق الإنترنت بما يسمى الأونلاين. سافر هذا الطالب من أجل حصوله على شهادة، مع شديد الأسف راح يرجع هذا الطالب شايلي على نقالة أو بتابوت. اليوم الوزارة مطالبة بحل هذا الأمر، اليوم الوزارة مطالبة أنه تحمي هؤلاء الطلاب. يعني الأخ قائد يقول المستشفيات اللبنانية غير قادرة على استقبال المصابين اللبنانيين، فكيف راح تستقبل المصابين من العراقيين؟ هذه الأمور اللي يواجهها اليوم الطلاب العراقيين في بيروت. أحد المفقودين في بيروت، أتمنى أنه من الوزارة أن تحل هذا الأمر. طبعا البيان يقول أنه تم تسجيل 17 إصابة من متحور أوميكرون لفيروس كورونا في صفوف الطلاب، 6 منهم بحالة خطرة، يرقدون حاليا في المستشفيات الصحية في بيروت وجونيا، والباقي من المصابين لا يستطيعون القبول أو لا يستطيعون الدخول في في المستشفى. أحد الطلبة راسل لي على واتساب يقول: السلام عليكم، لطفا أنا طالب في الجامعة الإسلامية، أرجو الموافقة على انضمامي. أخوي العزيز، بالنسبة إلى الواتساب أكو طلاب 2 دي يكتبوا لي، بالنسبة إلى الواتساب اتصال الواتساب ما أقدر أستقبله. أخ أنس، أنت دا تكتب لي أنت طالب في الجامعة الإسلامية، أعتذر منك، الواتساب ما أقدر أستقبل بمكالمة صوتية، عندك الأرقام الثانية، ذني الرقمين إذا كنت أنت في داخل العراق تقدر تدق عليهن ونسمع صوتك، وإذا كنت أنت في بيروت الآن عندك رقمين ثانيات راح يطلع نسه، تقدر تدق على واحد من ذني الرقمين ونسمع صوتك. وفيما يخص من أرسل لي بيان النعي من ممثلية طلاب العراق في الخارج، أرسل لي 3 رسائل صوتية، لكن صدقا ما أقدر يعني أشغل أي رسالة صوتية لأن ما مدعمة عندي بالبرنامج. زيد الفياض ويانا، حياك الله يا زيد. حيو أستاذنا، السلام عليكم وتحياتنا للجمهور العزيز، الله يحفظك وشكرا على استضافتك. فأحب أسأل أنه بدون مقدمات، يعني أنه نطالب الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة بإنقاذ طلبة الدراسات العليا في لبنان، وخصوصا في جامعة الجنان والجامعة الإسلامية. اللي يعني أنا قبل فترة أنه كنت بلبنان وشاهدت الوضع مأساوي ويرثى له، وكذلك المعيشة اللبنانية صعبة جدا، وخصوصا ينظرون إلى الطالب العراقي كطالب أنه بورصة أو دولار. فأتمنى يعني كل من يشاهدنا أو يسمعنا عبر قاعة
قناتكم الكريم. نعم. زيد وياي؟ وياك استاذنا اسمعك. اي اخويا زيد، انت اليوم انت رجعت من لبنان الى العراق لو لا؟ نعم رجعت قبل يومين. قبل يومين رجعت، طيب بما انك رجعت قبل يومين يعني الاخ قائد راجع المحافظه صلاح الدين يقول قبل 15 يوم، انت لا انت اجدد من عنده قال جاي قبل يومين، تقدر يعني مثلا اليوم الطلاب يقولون احنا بدنا نواجه خطر الموت وهسه ممثليه الطلاب العراقيين في الخارج يعلنون الحداد على وفاة الزميل حيدر الطالب في كلية الهندسة نتيجة إصابته بوباء كورونا، يعني معاناة الطلاب العراقيين مع وباء كورونا في بيروت، أريدك تحكي لنا إياها بشكل أكثر. سمعت أنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أحد طلب بمرض كورونا رحمه الله، اتمنى يعني الوضع مأساوي ليس فقط على الطلبه العراقيين وانما على الطلبه البريطانيين اللي اصدقائي والطلبه من البلدان الاخرى، تؤدى البعض الاخر توجه الى ترك الدراسه والبعض الاخر لم يعني انه في وسط الطريق وترك الدراسه، الان انه الطلبه العراقيين طلبه الكورس الاول في جامعه الجنان من 70 الى 65% تركوا الدراسه، واضيف الى ذلك نقطة اتخذتها جامعة الجنان بعد مخاطبة الجانب العراقي انه برفع اقساط نعم اليوم لبنان وكأنما يبغون للطالب العراقي من فقط انه دولار ومعيشة عليهم ويحملوه كافة يعني التكاليف والسفر وبعض اللي انه في شهر 11 طالبوا الطلبة بالذهاب إلى الملحقية الثقافية وش كان إنه شفتوا يعني تصل إلى مئات وآلاف على ملحقية ثقافية وعلى تصديق وثائق إنه بشهر 12 إنه طلبوا بالحضوري وذهبنا وهسه الآن بهاي الفترة هم طلبوا حضوري والآن إنه الامتحانات حضورية، فأتمنى من كل الجهات ذات العلاقة المعنية بطلبة الدراسات العليا. نعم وصلني هسه من الأخوة في الكونترول تصحيح، التصحيح أحد الأشخاص في بيروت أرسل لنا الصورة، صورة الطالب اللي من المفترض يعني أنه توفي اليوم، هاي الصورة اللي طلعناها على يعني يعني كمشاهد اليوم أو شفتوها على أنظاركم، هذه مو صورة الطالب حيدر اللي توفي اليوم، هاي صورة أحد الطلاب الآخرين هم اسمه حيدر، لكن وصل لي تصحيح أنه هذا الطالب ما توفي، اللي توفى شخص آخر. اتمنى انه يرسلون الصوره الى القناه ونقدر يعني الناس يشوفوها حتى الناس يعرفون المعاناه اللي يعانوها من الطلاب، اما هذا الشخص يقال انه مصاب بوباء كورونا ونتمنى له الشفاء العاجل. انس من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم سؤال. عليكم السلام والرحمه والاكرام. طبعا احب اشكر قناه الرافدين واشكر كل شريف كل شريف يوصل صوتنا ويسمعنا. حياك الله اخوي. الله يحيي عضلك النبات استاذي العزيز الله يحفظك، انا عندي مجمل نقاط الله يبارك فيك. اول نقطه بس اسمح لي، احنا درسنا في لبنان طبعا الدراسه الاونلاين موجوده من زمان يعني من قبل احداث موضوع كورونا والجائحه، لكنه العراق كان ما معتبر بهذه الدراسه، فصدر شرع البرلمان العراقي قانون 20 لسنه 2020 اللي يسمح للطالب العراقي انه يدرس اونلاين واعترف بالشهاده هذه، ومن ضمن الشروط يعني سمح الطالب الموظف مثلا بالدوله انه ما يحتاج عدم ممانعه ما يحتاج اجازه دراسيه لانه الدراسه اونلاين ما تاثر على عمل الوظيفه في توقيت المسائي. هذه اول نقطه. ثانيه بتاريخ 9/11 تقريبا 2021 صدر قرار من دائره البعثات الثقافيه العراقيه يلزم الطالب العراقي بالذهاب الى لبنان. نعم طبعا هذا طبعا هو مخالف للقانون لانه ما ممكن انت قرار تلغي تشريع خصوصا استغل الفراغ الدستوري الموجود اثناء الانتخابات لحل البرلمان العراقي وصار هذا القرار. النقطه الثالثه استاذ هذا الموضوع بابعاد اخرى مو بس انه الهدف انه صحيح انه البحث عن الرصانه، لا استاذ الليره اللبنانيه كنا نعرف يعني سعرها جدا منخفض بالنسبه للدولار،
يعني لحد يوم 15 شهر اللي هو كان طبعا مقرر انه الطلاب العراقيين يستخدمون يوم 17 في الجامعه الاسلاميه. يوم 15 كان سعر الليره 3,030,000. نعم. الان سعر الليره 2,300,000. ليش؟ لانه الطالب العراقي من راح ضخ دولار بالسوق. لانه اشترى ليره بهالحاله ايش راح يصير؟ راح يشتغل بالفندق، يشتغل بالمطعم، يشتغل بالسيرفيس، كله يشتغل، راح يخف الضغط على الحكومه اللبنانيه. هذا واحد من الاهداف استاذ. زين احنا هسه طلاب تعرضوا للاهانه بجامعه الجنان. الباب ما يخلوهم يدخلون، الطالب اللبناني يدخل والطالب العراقي ممنوع يدخل، عاملوهم معامله يعني ما يستحق العراق. لحظه من يمنعهم؟ جامعه الجنان الباب لمن؟ باب جامعه الجنان. باي حق يعني؟ بس لا لحظه اخ انس، باي حق يعني؟ هو طالب ان كان من اي جنسيه هو مسجل في هذه الجامعه ومن حقه ان يدخل الى حرم الجامعه ومن حقه ان يستفاد من يعني مرفقات الجامعه ومن حقه ان يستفاد من القاعات والمكتبه وان يدرس وان يكمل حياتك كطالب. باي حق انه الجامعه كجامعه الجنان مثل ما قلت، واتمنى الاخوه في جامعه الجنان يتصلون او يدقون على البرنامج حتى نفهم هاي القضيه. موجود استاذ فيديوهات، موجود فيديوهات على هذا الموضوع يعني بادله. لا وياك اتمنى ترسلها الى، اتمنى اخوي العزيز اذا تتابعني اخ انس تشوف الشريط الابيض الجوه احكي لك اياه على الواتساب. لا مو رقم الواتساب مال برنامج، من رخصتك اذا تشوف هذا اكو رقمين هسه طلع نهايه 663 661 اسمه نافذه انت ترى، ارسل فيديوهاتك على هذا الرقم اخوي. ماشي تمام زين. انت سالتني السؤال تقول باي حق؟ باي حق لبي هو هذا السؤال المهم. لانه اللي ماله والي، لانه اللي ماله والي استاذ ما حد داعي له يصير مكفخ. اعتذر على هذه الكلمه. طيب الوزاره شنو دورها؟ منو استاذ؟ الوزاره. الوزاره هي سبب المشكله اللي حبيبي استاذ العزيز. هي المشكله انت لما تقول لي ماكو كورونا وكورونا انتهت، لا ما انتهت كورونا، والدليل اصابات بالعشرات واصابات خطره في المستشفيات اللبنانيه مع نقص، نقص من الاجهزه الطبيه، نقص من الادويه. هو نفس اللبناني ما لاقي حد اداري. طيب العراقي دور طيب. اداري اخي العزيز، انا عندي معلومه انه بعض حتى صار تحرش بعض الفتيات وسرقت حقائبهم بالشارع. الطالب العراقي من يأذن المغرب ما يطلع برا، يقتل بالفندق مالته استاذ. اسعار الشقه من 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 300 دولار الان سعر الشقه 1000 و1200 دولار. ما هذا كله استنزاف للعمله. انا يسالوني مرات يقول انت ليش درست برا؟ طبعا انا درست برا، لانه العراق ما له ما خلاني ادرس يمه. عدد المقاعد محدودة، أنا قدمت على العام وما قبلوني لأنه عدد المقاعد محدودة، وقدمت على قناة الشهداء ورحت آخر شيء والله تخصص دقيق ماكو. زين أنا شنو ذنبي؟ أنا متخرج ما عندي تخصص دقيق، ليش ما تقبلني؟ ليش ما تخليني أكمل دراسة؟ لا أنت تخليني أكمل بالعراق ولا تخليني أكمل خارج العراق. هذه مشكلة كبيرة أستاذ، يعني كل الطلاب اللي درسوا برا خلاص تكون بصورة أستاذ العزيز. كل الطلاب اللي درسوا برا لأنه العراق ما استقبلهم. وين راح وين يروح؟ يبطل يكمل حتى الدراسيه؟ يعني يروح عنده طموح يصعد ويكبر يصير دكتور يصير يعني بشهادات اعلى. نعم نعم. انت من تنزلهم علي تقول لي ادرس برا؟ لا انت اللي خلتني ادرس برا من عفو اقصد يعني جاب التعليم العالي العراقيه هي اللي خلتني ادرس برا. نعم انا قابلت عميد احدى الجامعات ومستعد ادرس من الجامعه. احدى الجامعات رحت عليه قلت له استاذ انا يعني عمري قرب 45 وراح تنتهي مسيرتي الدراسيه لان انتو عمر ال 45 ما له حق، هذا اخر حق له، اخر شيء اخر سنه له يدرس الماجستير، من يصير 46 ما يدرس وراح تنتهي حياتي الدراسيه هنا. قال لي مو انت تخصص دقيق ما عندك، زين اروح على الوزاره واقابل الوزير واجيب لك استثناء. بنفس العباره يقول لي لو يجي الوزير بنفسه ويقول لي اقبله هم ما اقبله، قلت له ليش؟ عندك عداء شخصي وياي؟ يقول لا بكيف يعني؟ انا قوانين ما حد يمشي علي قوانينه، انا قوانيني خاصه بي. استاذ معاني حالتي خاصه وياي زوجتي ايضا، زوجتي من العشره الاوائل الاولى على العشره الاوائل رقم نعم واحد نعم. وايضا نفس مشكلتي ما قبلت. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ انس. وائل عبد الرزاق من بغداد ويانا، حياك الله يا وائل. وائل عبد الرزاق تسمعني؟ يبدو ان الاخ وائل عبد الرزاق ما يسمعني، اتمنى منه انه يرجع لنا حتى نسمع رايه بالموضوع. ابو مصطفى من كربلاء، حياك الله يا ابو مصطفى. ابو مصطفى
ابو مصطفى ايضا يبدو انه انقطع الاتصال وياه. اتمنى من الاخ وائل ومن الاخ ابو مصطفى انه يرجعوا لنا. يعني حسب ما افتهمنا من الاخوه اربع اتصالات لحد الان الى طلاب يدرسون في لبنان وفي جامعات لبنان. يعني واحده من القضايا مثلا الاخ انس يقول جامعه من مثلا جامعه الجنان تمنع الطلاب العراقيين من دخول حرم الجامعه ومن حضور المحاضرات وجها الى وجه. السؤال اللي ينطرح هنا، اذا كان هذا الامر صحيح حسب شهادة أحد الطلاب العراقيين في لبنان، إذن أكو مسؤولية لازم أنه تنحل، مسؤولية من طرفين، مسؤولية على وزارة التعليم في لبنان وأيضا إدارة الجامعة من جهة، ووزارة التعليم العراقي في بغداد من جهة ثانية، أنه بأي حق جامعة تمنع طالب مسجل وهو طالب في الدراسات العليا مثلا أن يمنع من دخول الجامعة ومن حضور المحاضرات، وشنو السبب أن يمنع الطالب؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، شنو دور الوزارة لما تسمع أنه أكو طلاب عراقيين في دول العالم بعيدا عن الدولة؟ خلونا نتكلم عن دولة أخرى. لما تسمع الوزارة أنه أكو طالب في أي دولة من دول العالم منع من دخول حرم الجامعة وباقي أقرانه دخلوا، يعني هو الوحيد اللي ما دخلوا وبقى بالشارع، شنو دورها في حماية هذا الطالب، في حماية حقه بالحصول على التعليم، في حماية وضع التعليمي؟ يعني مثلا الأخ أنس يقول أنا عندي الفرصة الأخيرة، السنة الأخيرة، وإلا عمري الدراسي سينتهي بعد عام. ده يتكلم لكم في قوانين التعليم. مثلا الأخ أنس يقول أنا عمري 45 سنة، إذا عبرت 45 وما مكمل الماجستير ما من حقي بعد أكمل، لأنه خلص العمر الدراسي إلى شهادة الماجستير من سنة التخرج من الجامعة اللي هو يكون العمر مثلا 24 أو 23 سنة حتى 45. فإذا اللي نحب نوجهه هسه إلى وزارة التعليم العراقي، هنالك الكثير من علامات الاستفهام، هنالك الكثير من النقاط اللي نحب نوجهها إلى وزارة التعليم العالي والأسئلة. السؤال الأول، شنو دورك كوزارة لما تسمعين أنه أكو طلاب عراقيين ما محميين، ولما تسمعين أنه أكو طلاب عراقيين ديموتون، ولما تسمعين أنه أكو طلاب عراقيين ديواجهون أزمة في دول الخارج وأنتي واقفة وقفة المتفرج؟ السؤال الثاني، قسم البعثات في أو دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي من المفترض أن تكون هي على تماس مع الطلاب في الخارج، وهي اللي تكون حلقة الوصل ما بين الوزارة وما بين الطلاب، وعليه أي مشكلة تواجه الطلاب في دول الخارج المفروض قسم البعثات بالإضافة إلى القسم الثقافي في السفارة العراقية في تلك الدولة يكونون على تواصل حتى يعرفون أنه طلابهم شون دي يعيشون، شون دي يكملون دراستهم. إذن دور قسم البعثات وين؟ إضافة إلى ذلك، اليوم الطلاب وجهوا مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الصحف العراقية والصحف العربية الكثير من الأخبار تتناول فيها مطالب الطلاب العراقيين في لبنان اللي طالبون بلادهم بإنقاذهم من خطر الموت بسبب كورونا مثلا. هذا خبر. خبر ثاني يقول أفادت وسائل إعلام عراقية بوجود مصاعب طبية ويواجهها طلاب عراقيون في لبنان، وذلك بسبب إصاباتهم الخطيرة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون. وتحد وائل عبد الرزاق من بغداد رجع لنا، حياك الله يا وائل. السلام عليكم أستاذ، شلونك؟ حياك الله أخوي. تحية لقناتكم الموقرة وتحية لبرنامجك الطيب. حياك الله أخوي العزيز، تفضل. أستاذنا، إحنا أنا أكمل كلام أخوتي اللي تفضل، وأنا حد طلبة دراسات أيضا بجامعة IOL في لبنان، لكن حاليا أنا متواجد بالعراق. طبعا أنا قاعد أكمل كلام أخوتي اللي سبقوني بالكلام من مختلف الجامعات المختلفة يعني خارج العراق. أنا دراستي كانت أونلاين، طبعا القرار صدر 19/2021 مثل ما عقب أخويا أنس، أنه يكون القرار صدر من دائرة البحثات في العراق أنه التعليم
بالنسبة لطلبة الدراسات خارج العراق يكون حضوريا بتاريخ 19/2021. نعم، اللي صار السابق احنا كان تسجيلنا قبل هاي الفترة في جامعة IOL في لبنان، يعني احنا انظلمنا بهذا الموضوع بالنسبة لموضوع الإقامة. ثاني فقرة، يعني احنا الوضع الحالي في لبنان الوضع متأزم جدا، الإصابات بكورونا بالمتحور الجديد قاعد تزداد يوم بعد يوم، وضعية الطلبة هناك خارج العراق جدا تعبانة بالنسبة لخواتنا الطالبات، بالنسبة لأخواننا الطلاب قاعد تصير حالات سرقة، قاعد تصير حالات ابتزاز لهم مثل ما ذكروا بقية الطلبة. بالنسبة للعملة هناك نروح، يعني احنا يعني الإيجار مال الشقة كان 200 و300 دولار بسبب معرفتهم انه الطالب العراقي راح يجون، فزاد صعدت الإيجارات، يعني بالشهر صار إيجار الشقة الوحدة ما يقارب الطالب الواحد 500 إلى 700 دولار، وفي بعض الفنادق تصل إلى 1000 إلى 1200 دولار. طبعا هاي أحكي لك عليها الشقق إذا كانت متوفرة الكهرباء والماء، هاي من 500 و700 دولار، بينما أكو شقق تعبانة جدا، يعني تروح تبطي مثلا بالشهر 200 أو 300 دولار أنت تتعذر على العيشة بصورة طبيعية، يعني شقة معدومة ما متوفرة بها لا كهرباء بصورة مستمرة ولا إنترنت، يعني تعاني، يعني هو أكثر من موضوع تعاني من عنده. فإحنا كل ما هنالك بالإضافة للحالات اللي صارت أخوائل، يعني تحكي لي عقبات دا تواجهوها كطلاب في الدراسات العليا على قسم البعثات في وزارة أو على دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي في لبنان. أنا أريد أعرف الوزارة شنو دورها، دائرة البعثات شنو دورها، يعني أنتم المفروض على تماس ويا دائرة البعثات حتى توصلوا للوزارة، الوزارة شنو دورها في هذه الأزمات اللي دا تعانون منها؟ والله استاذ حتى تكونون على بينه، احنا عندنا شخص استاذ ياسين الكويتي، هذا الشخص ممثل للطلبه في يعني طلبه الدراسات العليا خير تمثيل يعني خارج العراق، هذا الرجل تكفل بموضوع انه يتابع الموضوع بالمجمل خصوصا في وزاره التعليم العالي. طيب. طلعنا مظاهرات قبل تقريبا اسبوع الى 10 ايام ويا مجموعه من الطلبه، حاول يقابل وزير التعليم العالي، مكتب وزير التعليم العالي الرجل يعني رحب بدينا ورحب بالاستاذ ياسين، لانه الاستاذ ياسين مثلنا ونقل همومنا بصوره عامه سواء داخل العراق او خارج العراق. طيب. لان احنا مقبلين على سفر بعد تقريبا اسبوعين، امتحاناتنا راح تبدي مال كورس. اخو الوزير يستقبلك بمكتبه، لحد الان ماكو حل، الحل شنو؟ هو استاذ احنا شريت، احنا نريد الحل، لحد الآن مجرد مناشدات قاعد نرفعها، ورفعنا مناشدة للسيد رئيس الوزراء المحترم مصطفى الكاظمي، ولحد الآن ما شفنا أكفة نتيجة، بالإضافة إلى أنه رحنا للدكتور حازم مدير البعثات. أيه. الرجل صراحة كان أسلوبه جدا يعني ما أعرف شو أقول لك، أسلوبه كان غير جيد مع أستاذ ياسين، ما أتقبل الفكرة، ما أتقبل الوضع اللي نقلنا له إياه إحنا وضع الطلبة، فما عرفنا ما نعرف ليش شنو السبب هذا التجاهل انه لا مبالاة لوضع الطالب بصورة عامة، والبلد يمر بأزمة صحية بالإضافة الى انه الوضع بره وضع تعبان، فاحنا نريد شيء، احنا نريد على الاقل بس هذا الكورس يعدونا يا اونلاين يكون وصلت الامتحان. وصلت اخوي وائل عبد الرزاق، شكرا شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا. بالنسبة الى رسائل واتساب، أحد الأشخاص داز لي رسالة طويلة عريضة يقول: أخواني الأعزاء، واقع العملية السياسية المحاصصي أثر على وزارة الخارجية، هذه الوزارة التي تدار من طائفة معينة والطوائف الأخرى والأقليات الأخرى لا يوجد فيها تمثيل نهائيا نتيجة سيطرة هذه الطائفة على هذه الوزارة، أتمنى أن لا تنسوا وزارة الخارجية لأنها منسية أكثر من 18 سنة. ما أقدر أقرأ الرسالة كلها لأنها طويلة جدا. السلام عليكم أخي أفل، ما يسمى بالحكومة العراقية مشغولة بتوزيع وسرقة وتقاسم الأموال قبل انتهاء مدة تكليفها وتوزيع المناصب في الحكومة القادمة، وأخذ كل حزب حصته من المغانم، وهم
ليسوا بحال العراقيين سواء بالداخل أو الطلاب في الخارج. أما ما حصل ويحصل من هجمات داعش الأخيرة فهو نفس اللي حصل عام 2014 عندما لم يمنح المالكي ولاية ثالثة وأدخل داعش وأسقط ثلث العراق، فهو الذي يقود داعش وهو يجلس بين السياسيين الفاسدين في المنطقة الغبراء. الضحية الأول وبالأخير هو المواطن العراقي الفقير. الله يكون بعون العراقيين الفقراء اللي يعيشون البرد والمهجرين في الخيام. تحياتي لحضرتك وشكرا لك ولقناة الرافدين المجاهدة. أبو محمد من النرويج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، لبنان اقتصادهم منهار وما عندهم أدوية واقتصادها ضعيف والمتحور ده ينتشر بسرعة جدا، وإحنا المحاضرات ده ناخذها بمجمع بالجامعة الإسلامية لأكثر من 400 طالب. هذا الشيء خطر جدا، واليوم إصابات كثيرة، فوصلوا صوتنا جزاكم الله خير. أخوكم الطالب فراس العبيدي في كلية الهندسة. ثلاث رسائل أخرى صوتية ما أقدر أشغلها، شكرا جزيلا لك. هذا حال الطلبة العراقيين في لبنان. أول فيديو اللي طلعنا لكم يا بعد شارة البداية وهو من الأخ عمر الطالب في الجامعة الإسلامية في لبنان. شكرا جزيلا لك أخوي على هذا الفيديو طلعناه في بداية الحلقة. السلام عليكم. دولة رئيس الوزراء، معالي وزير التعليم العالي، هذول كلهم اللي أريد أخاطبهم آني. نحن أبناءكم من طلبة الدراسات العليا في الخارج، سبق أن قمنا بوقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 11/1/2022. ذهب وفد من الطلبة برئاسة ياسين الكبيسي إلى حازم باقر، لكن للأسف لم نجد أذن صاغية وكان الرد متعسف بحقنا. وبعدها ذهبنا إلى مكتب السيد مدير مكتب معالي الوزير المحترم المحترم ووعدنا خيرا، لكن لم نجد أي شيء. نناشدكم باسم الأبوة باسم الإنسانية وباسم الأخوة أن تنقذونا من كارثة حقيقية. ورسالة طويلة جدا أيضا ما أقدر أقرأها. رسالة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله، هذه فيديوهات بالدليل لما يحصل من الجامعات التي منعت الطلاب العراقيين من الدخول. أخوي العزيز، أنا أتوقع أنه أنت أنس من صلاح الدين. أخوي أنس، مو رقم الواتساب هذا اللي دشوفه هنا، أكو شريط أبيض إذا تسمعني. هذا الشريط بنهايته أكو رقمين تليفون، واحد ينتهي ب 661 والثاني ينتهي ب 636. هذن الفيديوهات اللي أرسلتهن لنا أتمنى ترسلهن إلى نافذة أنت ترى حتى يشوفوها الشباب في قناة الرافدين، يرفعوها إلى الإدارة وإن شاء الله تبث على القناة. لكن بالنسبة إلى هذا الرقم فقط للبرنامج ما أقدر أوصلها إلى الشاشة. شكرا جزيلا لك أخوي أنس. دازلنا فيديو 2/3/3 لمنع الطلاب في جامعة الجنان العراقيين، منع الطلاب العراقيين من الدخول. رسالة أخرى، السلام عليكم أستاذ، أنا طالب في الجامعة الإسلامية في لبنان، أريد مناشدة أرسلها أخوي العزيز وتدلل. أما رسالة صوتية أيضا جتني رسالة صوتية أخرى ما أقدر أستقبلها، أعتذر منك أخوي العزيز. مشاهدينا الكرام، طلاب يموتون، طلاب يتمرضون، طلاب ما يلقون علاج، وطلاب ما عندهم وزارة تدافع عنهم. هذا وين سنة 2022 تلقوه؟ بس بالعراق. السؤال، هذا الشيء صح لو غلط؟ إذا كان الشيء هذا صح أتمنى أن أنتم تقولون صح لو غلط، وإذا كان هذا الشيء غلط فبرأيكم الصح شنو؟ نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله بنفس الموعد. في أمان الله.